لا يعني المشكل الاكبر هو عندما يعني كنوليو كنطرحوا واحد المشاريع اللي هي انسانيه في الاخير وكيفاش انه فلسفيه وجوديه في الاخير انه البناء ديال الانسان الاول كاع كنبداو بهدوم لانه ما كنفرقوش حتى ما بين الانسان الذي عندما يرسل يكون له حق الاختيار والانسان الذي هو في طور البناء او الانسان الذي لديه هما في طور البناء. واحد الوقت كيكون البناء كيكون الدور ديال الوالدين هو التوجيه. اذا جينا وبقينا من الاول كنقولوا كل شيء بناءات اجتماعيه وبالتالي اذا كانت الحاجه هي كونستركسيون سوسيال اون بو كونستروير الحاجه اللي بغينا حنايا وبالتالي كنبقاو حنايا كنحيدوا يعني ذاك القواعد العاديه كنوليو خارج القواعد وبالتالي النهار اللي كنمشيو كنمشيو اقرب للفوضى. وعلى ما اظن هذا ما يعني ما اوضحه يعني زيغموند باومان في حب السائل وما اوضحه يعني واضح جدا. شكرا. السؤال التالي قبل ان نمر الى الفصل الثاني تفضلي. ليس سؤالا ليس سؤالا هي ملاحظه ومصيبه تماما. لا ليست مصيبه بالمعنى معنى الاصابه. نعم هي ملاحظه وجيهه تماما. بالفعل هم اذا هم الذين يبحثون عنها عبر هذه التربيه. نعم نعم هم نعم لا هم الذين يخشونه ليست قضية فطرة. هم الأمر الذي يخشونهم هم أولا لا يعترفون هؤلاء على علمي والله أعلم لا يعترفون بقضية الفطرة. هم يذهبون إلى أن الحضارة لهذا طرحت موضوع حاولت أن أحلل حرف الواو في أول الكلمة لأن بالنسبة إليهم الحضارة هي التي تصنع المرأة. بمعنى لأن أنت عندما تلدين يرزق الله بنت فأنت التي تربينها تقولي وعندك ابن تقولين له من اللحظة الأولى الرجل عندما يسقط ابنك تقولين ما هذا الرجل لا يبكي تربي في هذه الفكرة. البنت تريد أن تخرج مثلا إلى الطريق تقول لها لا لا تخرجي لا تغادري الغرفة. أمزح لأنني أفعل هذا فعلت هذا مع ابنتي منذ قليل. لا تغارب نعم لا مخبول نعم أمزح نظرت إلي نظرة. إذا عندك ابنة تقولي لها لا تغادري غرفة النزل وابقي انتظري نهاية المحاضرة. لو كان ابن ولو كان ابنا كذلك سأقول له نفس الشيء. ولكن على كل إذا يبدو أنه وهذا ما يقول بعضهم إن ليست هناك فطرة أنثوية وفطرة ذكورية. هذه الفكرة التي يريدون أن يركزوا عليها. ليس هناك جنس لسكس يقولون هو شيء والنوع هو شيء آخر. يمكن أن يكون للإنسان جنس ذكري ولكنه في تفكيره أنثى. فمن باب على ما يقولون أنقل لكم ولا يعني هذا أنني أشاطرهم بطبيعة الحال وإنما أنقل لكم ما يقولون. إذن يقولون إنه من باب الضغط على حريتهم أن تحرمه من أن استغفر الله يعاشر رجلا أو امرأة وغير ذلك. بالنسبة إليهم الإنسان حر ويجب أن يختار في يوم يكون رجل في اليوم الآخر يكون امرأة وله الحرية. ليس لأن جسده هكذا فيمكن أن فنحدد حياته الجنسية بهذا التوجه أبدا. ويمكن أن نقترب من الفكرة التي طرحتها الأخت الأولى فكرة الاختبارات العلمية وغير ذلك. سمعت أنهم منذ فترة يحاولون أن يقوموا بتجربة لكي يجعلوا بطن الرجل يحتوي إذن يضعون لهم البويضة ولكي يكبر فيها يحاولون أن يصبح الرجل هو الذي يحمل. إذن بالنسبة لمنظورنا نحن هذا تغيير خلق الله. لماذا الله خلق لك شيء لا أغيره لا أريده بطريقة أخرى. بالنسبة إليهم إن لم يعترفوا بوجود الله تعالى لن يعترفوا بقضية الفطرة. ليس هناك بنت ولا رجل ولا ابن. إذن المرأة هي صنع الحضارة لأن الثقافة هي التي تجعلك تقولين لابنك لا تبكي وتجعلك تعطين الدمية لابنتك وتلبسين ابنتك يوم ولدت ابنتك وانزاد وفرحت بها في أسرتك تهدي لك والدتك فستانا ورديا للفتاة وفستانا أزرق للابن. إذن لهذا هم يذهبون الآن إلى الألوان لعدم الفصل بالألوان بين الألوان.
نحن أخذنا هذا مثلا من الثقافة الفرنسية الوردي للبنت، في حين أن على علمي الثقافة الإنجليزية تجعل الوردي للابن على الأكس على ما أذكر. إذن الآن هم يذهبون إلى التوجه إلى لون الأصفر وإلى الأخضر، يذهبون إلى أنه في المغازات لا يجوز، المغازة المتقدمة لا يجوز لها أن تضع ألعاب للبنات، الدماء والمطبخ والمكنسة ومستو أدري ماذا وآلة الكي، وهناك آلة النجارة والحدادة والسيارة للأطفال. لا، يجب أن نمزج بين اللعبتين ونترك الطفل يختار ما يشاء. الملاحظة هامة جدا هو إن تركت له حرية أن يلبس الوردي اليوم وليلبس فستان اليوم وغدا يلبس بنطلون، لماذا لا أترك له حرية أن يأكل اليوم ولا يأكل؟ لماذا لا أترك له حرية أن يذهب المدرسة ولا يذهب؟ هذا الذي سيؤدي في نهاية المطاف على علمي إلى ما يسمى بفلسفة الطفل الملك لنفوه. ويمكن أن نعرج على تجربة اليابانيين، حيث يحدد أو يحدد النسل فيصبح الطفل مدلل في عائلته، ويبدو أنه في علم النفس أنه يصبح متعرضا لإصابات نفسية لأنه ليس له أخ ولا أخت، يظن أنه هو إلهكم الأكبر. إذن والده يجب أن يكون في خدمته. إذن كل الأشياء، وسبحان من خلق الكون بهذه الطريقة، كل الأشياء تؤدي في مثل شبه سلسلة تؤدي بعضها إلى بعض. إن أخللنا بقاعدة فإن البقية ستتهاوى شيئا فشيئا. وكما تعلمون بطبيعة الحال الإنسانية ما هي؟ هي مجموعة من المجتمعات. المجتمع ما هو؟ مجموعة من الأسر. الأسرة ما هي؟ التقاء اثنين وينشأ عنهما الأبناء وغير ذلك. إذن فكرة الأسرة هذه أيضا فكرة تقاوم من خلال فكرة تمكين المرأة، وليست القضية قضية سياسية فحسب، وإنما هي أيضا قضية اقتصادية. لأن لي إن نجح بعضهم في تحطيم من عدد الأسر المتآلفة، فإلى أين سنصير؟ سنصير إلى الأسرة الأحادية، إما الأب بمفرده يربي الأبناء أو الأم بمفردها تربي الأبناء، ثم إذا وقع الانفصال ما بينهما ازدهر الاقتصاد. تقولون ما صلة هذا بذاك؟ لأنه عندما كان في بيته كانت له شاشة تلفزة وثلاجة وفراش سرير، عندما ينفصل الوالدان يصبح له ثلاجة في بيت أمه وثلاجة في بيت أبي، تلفز عند أمه تلفز عند أبي، سرير في مدينة لست أدري ماذا وسرير في. إذن الاقتصاد يتضاعف، وإضافة إلى ذلك العامل النفسي، بما أن الابن ممزق ما بين الأم والأب المطلقين عفوا، إذن يذهب إلى الأم تحاول أن تجلبه فتدلله أكثر ما يمكن، لن ترفض له طلبا. والدك اشترى لك لعبة لست أدري 10 أورو، أنا أشتري 20 أورو، الأسبوع المقبل الوالد سيشتري 30 أورو، والأمور تتضخم مثل الكرة الثلجية بتبعة الحال، والأمور تصب في بعضها بعضا. أعتقد 10 دقائق من أجل وين كنت أعرف بأن مازالك في ما تقولين في يتعلق بالمحاضرة، ولكن ضغط الوقت أعتقد نأخذ 10 دقائق أخرى. إذن رأينا حالة هؤلاء الأطفال، وننتقل الآن إلى ضد النظرية. رأينا من كل ما سبق أن الفلسفات ولا حتى الدين الإسلامي يرفع من شأن المرأة وليس بهذه الصفة. ننتقل الآن إلى الفلسفات وإلى المجتمعات التي تحط من شأن المرأة، وهو ما سميته بضد النظرية، أي الشك في صلة المرأة بالحضارة. لا ندعي هنا بطبيعة الحال استعراض كل ما يتعلق بهذه الظاهرة، وإنما سنعذر ذلك إلى في المجتمعات غير الإسلامية وعلى الصعيد الفكري قديما. إذا يمكن أن نذكر إلى بأن سقراط الذي يعتبر أبا الحكمة يقول يرى أن المرأة مخلوق كائن في حياتنا منذ أقدم العصور ليفي برغباتنا كلها الكبيرة منها والصغيرة. وهذا تلميذه بيتاغور يرى أن المرأة يقول الكون خلقه خالقان، خالق أول خلق النور
والرجل وخالق ثاني خلق الظلمة والمرأة. وهذا سينيك يقول une femme qui pense seule pense mal. بالنسبة للحضارة الصينية المرأة في هذه الحضارة يعبر عنها تشبه بالمياه المتعفنة التي إذا اقترب منها الرجل فإنه سيبتلى سيصاب بالأمراض. في الثقافة البوذية يفكرون ويقولون إن النجاة لا تحصل بمجالسة النساء وإنما بالعزوبة والفرار منهن. في الديانة الهندوسية المرأة هي ملك للآلهة ولرهبانها ولا يمكن للمرأة أن تملك شيئا ما. إذن بالنسبة في الديانة الهندوسية يقولون أقرأ عليكم لا يسمح للبنت ولا للمرأة الشابة ولا العجوز في داخل بيت البيت أن تعمل عملا مستقلا عن الزوج. وعلى البنت في الصغر اتباع والدها وفي الشباب إطاعة زوجها وبعد موت زوجها يجب عليها أن تتبع أولاد زوجها ولا يسمح لها بأي استقلال فردي. هذا إضافة إلى أن بعض الفرق الهندوسية تدعو إلى تحبذ أن تحرق المرأة نفسها للدلالة عن وفائها إذا توفي زوجها عنها. الأرملة تحرق نفسها حية. بالنسبة للديانة اليهودية هم يعتبرون المرأة نجسة أيام استحاضتها وكل ما تلمسه يصبح نجسا. الطعام اللباس الحيوان غير ذلك نجسة. في الدين المسيحي يعتبرون أن المرأة هي سبب خروج آدم من الجنة. وقد جاء في سفر الخروج الذي يعترف به اليهود والنصارى أنه من حق الأب أن يبيع ابنته. وكل هذا عمل على أن الكنيسة الأرثوذكسية في القرن 17 في رومانيا قامت باجتماع لتتناقش في موضوع خطير جدا بالنسبة إليهم. هل المرأة روح؟ هل المرأة أقرب إلى الرجل منها إلى الحيوان أم لا؟ هذا في القرن 17. كل هذا جعل ميشيل أنفري يقول le poids du christianisme pèse lourd sur les épaules des femmes. La philosophie officielle, car bien des penseurs jusqu'au XXe siècle étaient chrétiens, a prêté main forte à l'asservissement de cette moitié de l'humanité en les invitant à renoncer à leur féminité pour se consacrer exclusivement au ménage et à la maternité. هذا قديما. أما حديثا والأمور نسبية فيمكن أن نأخذ قولة فولتير الذي يقول les femmes ressemblent à des girouettes. Elles se fixent quand elles se rouillent. بالنسبة إليه المرأة لا تكون وفية إلا إذا نضب شبابها وأصابها الصدع la rouille. عندها تصبح وفية. بالنسبة لكونت la femme est sensible mais l'homme est sentimental. المرأة لا يمكن أن تشعر بشعور العاطفة والمحبة. دوميسي يقول ما هي المرأة في نهاية المطاف؟ تشاهدون إذن قولة دوبيسي أثبتها بنصها الفرنسي. إذن ما هي المرأة في نهاية المطاف؟ المرأة إنما هي ليلة. إذن يقول إنما هي كأس رقيق يحوي قطرة ندى نحملها إلى شفاهنا ثم نلقي بها وراء ظهورنا. إنها متعة ساعة. ألفريد دوبيسي. ألا يحق لنا أن نقول إذا ما لاقينا واحدة من النساء هذه ليلة جميلة تمر؟ هكذا المرأة هذه فحسب. كذلك ذهب لينين إلى اعتبار أن المرأة هي وسيلة للإنتاج وأراد تعميمها، غير أن الكثير من النساء والرجال في مجتمعه ثاروا على الفكرة وأوقفوا فكرته هذه. يمكن أن ننظر في فكرة أيضا لأرتور كوبينور يقول إن النساء مثل المرايا تعكس الصور ولكنها لا تفكر. المرأة لا تفكر. جون أنوي يقول pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse? Il est beaucoup plus simple d'attendre qu'elle change d'avis. أي لا تثبت على قرار وإنما تغير رأيها. إذن أناتول فرانس يرى إن المرأة لا عقل لها أصلا. الرأس ليس عضو أساسي عند المرأة. مارسيل بانيول يقول الخير الذي أن المرأة لا يمكن أن تسامح زوجها. لماذا؟ لأنها لا تسمح له لا تسامحه على الخير الذي تفضلت به عليه ولا على الشر الذي لحقه منه ولا على الأذى الذي لم تتمكن من إلحاقها به. إذن هي شخص
سادي يسعى إلى تعذيب الرجل. غوما غولون ماذا يقول؟ يقول: لا نخطئ عندما نقول إن المرأة نصف الرجل، ذلك أن الرجل المتزوج يصير نصف رجل.